المغني السوري محمد باش، اهلا وسهلا فيك على موقع فوشيا. يعني تحياتي لكم فوشيا وشكرا لتواجدكم اليوم. يعني نحن اليوم بايفنت خاص بالموضه والازياء، خبرني رايك بشكل عام كيف لقيت الايفنت؟ يعني ديزاينر روبي نادر يعني غني عن التعريف، والديزاينات تبعه مثل ما لك شايف شيء انترناشنال عالمي، وكل صبيه بتتمنى انه تلبس بالصام هذه الفساتين الحلوه. منشرف انه يكون متواجد عندنا بسوريا، وهيدا هيك يعني خطوه حلوه لكثير فاشن ديزاينرز عالميين يتواجدوا عندنا بالبلد قريبا. يعني احنا اليوم قد ايه بحاجه عن جد برايك لهيك ايفنتات اللي علاقه بالموضه والازياء، ويعني لحتى هيك نزيد هالثقافه الموديلينج والفاشن بسوريا؟ هلا نحن بنحكي كمان الواقع انه بظل الظروف الصعبه اللي عم تكون بين سوريا ولبنان، اللي هي فعلا ظروف عم تكون صعبه وشوي وقاسية علينا بهالمرحله، بس نحن بحاجه لهيدي الايفنتس لحتى كمان بالاخير في فرح، وفي شغلات حلوه لازم تصير بالبلد، وفي شغلات لازم صوره حلوه كمان تنتقل يعني لبرا. بشكل عام يعني خليني بعد شوي عن الايفنت، خبرني اكثر عن اصداء اغنيتك الاخيره خرزه زرقاء، كيف لقيت الاصداء بشكل عام؟ خرزه زرقاء الحمد لله هي غنيه جديده اللي كانت بغنيه مسلسل شارت خرزه زرقاء، والحمد لله يعني عم تلاقي نجاح مهم والناس عم تحبها، ويوم عن يوم كان مسلسل عم نعرض اكثر والناس عم تتعلق بالغنيه اكثر. غنية مميزه قريبه كثير على قلبي، وكثير مبسوط انه يعني شاركت فنانين مهمين وشركه صباح بهيدي الاغنيه. بتلاقي هيك يعني اذا بدنا نقول يعني اغاني تترات بتساعد الفنان ينشهر اكثر او يعني ينعرف اكثر بقدامهم؟ طبعا هي بتسبب انتشار الاغنيه اكثر، وهي لها حاله مميزه كمان بقلب هيدي المسلسل، وان شاء الله هيك يكون في تجارب ثانيه كمان بالمستقبل. شو عم تحضر هلا؟ شو عندك شيء جديد غير خرزه زرقاء؟ اكيد في غنيه جديده اكيد من كلمات والحان عمي وحبيبي يوسف باش، عم نشتغل عليها هاي الفتره، وان شاء الله لما نختار اسم الاغنيه وان شاء الله يعني خلال فتره اسبوعين الحاله الغنيه يعني حاله حب وفراء، وبس يعني بميوزك فيها فرح ودانس وصيف. يعني اليوم اذا بدي احكي شوي عن علاقتك مع السوشيال ميديا، كيف تلاقي السوشيال ميديا اداء مهم لك والعاد يعني مانك من السوري؟ صار الفنان ما عنده غنى عن السوشيال ميديا ليتواجد ويطلع على الفانس تبعه وعلى الجمهور كله، واكيد انتم كمان مثل ما تواجدكم مهم، ونحن كمان يعني تواجدنا معكم كمان بيفيدنا كثير. بين اذا بدي اقول المغنيين الشباب اليوم يعني على الساحه، مين بتحب انه هيك انك تفضل تعمل معه ديو، او بتقول لو نعمل ديو مع بعض ممكن نضرب بالسوق كله؟ والله يعني كل شيء عم بنعمل بالسوق حلو لكل فنانين، اغاني كثير مميزه وحلوه، يعني هي فكره الديو شوي صارت يعني بعيده عن بهيدي الظروف شوي، عم يكون السنجلز لاغاني كمان يكون كل يعني بعتقد ديو شوي بعيده فكرته هالفتره. في اغنيه انت هيك يعني اخر انه فتره سمعتها حبيتها قلت هالاغنيه عن جد حلوه؟ فعلا اغاني كثير حلوه نزلت، اغنيه الفنان وائل كفوري اللي مكسره الدنيا، البنت القويه، فعلا يعني في اغاني كثير حلوه عم تنزل بالسوق الحمد لله. هذا الشيء حلو انه لسه بعد في الحان وكلمات وشغلات تضرب. في غنية يعني سمعتها وقلت يا ريت كانت إلي؟ هالغنية عن جد بتمنى انه تكون لإلي؟ ولا مرة قلت هيدا الشيء، ما في، خلص الغنية لإلك لإلك، مو لإلك صارت لغيرك، فما واحد. في مثلا فكرة انك تفوت على عالم التمثيل او انه تاخذ خط التمثيل على الموضوع؟ اكيد طبعا، سبق وعملنا كورس مع المخرجة اللي انا بحبها كثير رشا شربتجي، وعم نحضر لشيء ان شاء الله هيك، وعم نأسس حالنا بطريقة صح لحتى اذا ان شاء الله اجت فرصة التمثيل تكون صحيحة وقوية ان شاء الله. فينا نعرف هيك شوي عن حياتك الشخصية اذا بدنا نقول؟ في حياتي الشخصية هلا فوق ما تتخيلي، يعني بوجود ايمن وبوجود الرينوفيشن تبع الاوتيل اللي عم نعمله، رينوفيشن والتصليحات والشغل، فما فيني اقول لك يعني الشعور شو حلو مع الورشات والشغل والتجهيز والميوزك، يعني حياة عجقة كثير. الحب بحياة محمد وين يعني هالفترة؟ هلا الحب يعني اكيد مع زوجتي كريستين، بس هلا الحب اكيد كل الانظار لابني الصغير ايمن اللي هو عم ياخذ اغلب الوقت من حياتي، وكل شيء عاطفي عندي عم تكون موجوده لإله. كيف هيك بتلاقي شعور الاب لما يكون الاب عم يشتغل وهو يعني بنفس الوقت عنده طفل ومتزوج وعنده عائله، بتحس في مسؤوليات كثيره، كيف بدنا نسابقها؟ قد ما عمل بيحس حاله مقصر بحق العائله، يعني انا بحاجه فعلا يكون مع ابني طول الوقت، بحس انه دائما لازم يكون معه طول الوقت، فبس يعني هالاربع خمس ساعات باخر النهار فهن يعني بعتقد عم بعمل جهدي قد ما فيني اني انا اعطيه كل شيء عندي. والعيله برايك تضيف للفنان، يعني تضيف للفنان بشكل ايجابي تكون تحفزه، ولا هي لا خلص تاخذ من وقته حتى ما يعمل شغله على اكمل وجه؟ دعم العيله كثير مهم، ودعم الاشخاص اللي حوالين الفنان هو اهم شيء، لانه لحال الواحد ما بيقدر يعمل شيء، وبالاخير نفسيه الفنان هي للناس اللي حتشوفها، يعني لازم يكون نفسيته دائما منيحه ومرتاح مبسوط ببيته مع عائلته لحتى يقدم شيء حلو. بدي اتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله هيك من نجاح لنجاح. كنت معنا الفنان محمد باش، كنت معنا على فوشيا، شكرا كثير لك. شكرا لكم فوشيا، شكرا لتواجدكم، شكرا.